اهلا بيكم مشاهدينا مره ثانيه، ويمكن معظمنا تابع جوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من كام يوم كده في القاهره التاريخيه، وشاف وقال كلام الحقيقه مهم، يعني انه المنطقه الاهمال كان سبب في ضياع كتير من السياحه، طبعا بالاضافه لكورونا وما حصل بعد ذلك في كتير من المناطق المتهدمه، في العشوائيات، في عدم اهتمام وعدم اكتراث بمنطقه مدرجه على قائمه التراث العالمي كانت سنة 79 لحد دلوقتي، فبالتالي محتاجين اهتمام، محتاجين عناية بالأبنية التاريخية وبالمعمار وبالأسبلة وبكثير من كم والأبواب اللي موجودة هناك. إزاي هيتم التطوير من غير ما يكون في هدم أو خروج للسكان زي ما ناس كتير خافت وقالت؟ هنتكلم عن الجزئية دي تحديدا وتطوير هذه المنطقة تحديدا مع المهندس علاء حبشي، رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة المنوفية وأستاذ العمارة والحفاظ على التراث، ولكن عبر سكايب. صباح الخير يا فندم. اهلا، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. يعني لو كلمنا مع حضرتك يا باشمهندس علاء على الاهميه بتاعت القاهره التاريخيه، من اكبر المدن من الناحيه التراثيه في العالم، مدينه حيه، نسيج عمراني متميز وثري جدا، لاي مدى حضرتك تعتقد ان في خطه متكامله من قبل الحكومه ممكن يكون ليها دور في الحفاظ على القاهره التاريخيه والاهتمام بها، ايضا لا يكون هناك يعني اضرار بالمواطنين ومصالحهم المقيمين في هذه المناطق؟ شكرا جزيلا على الاستضافه. الحقيقه انا بعبر طبعا من مكاني هنا، وانا اصلا دلوقتي بكلمكم من القاهره التاريخيه. عظيم. والفكره كلها ان ده موقع تراث عالمي زي ما حضراتكم تفضلتوا واشرتم انها متسجله من 1979، يعني من حوالي 40 سنه. تسجيل اي مدن او اي موقع تراث ثقافي او طبيعي على قائمه التراث العالمي الحقيقه بيستلزم ان يكون عندنا خطه اداره للقيمه الاستثنائيه المدينة دي أو الموقع التراثي اللي يعبر عنها. للأسف احنا سجلنا هذه المدينة من سنة 79، ولكن من 40 سنة أو أكثر من 40 سنة أهو، للأسف ما هيأناش كدولة إن احنا نقدم خطة متكاملة للحفاظ على هذا التراث العالمي. احنا عندنا بدل القاهره التاريخيه كمان على فكره 6 مواقع اخرى، يعني المجمل 7 مواقع تراث عالمي. القاهره التاريخيه احد منهم، وواحده بس من التراث الطبيعي وهو وادي الحيتان. كل واحده من دول لازم لها خطه اداره بتستلزم ان احنا نحافظ على القيم الاستثنائيه، وكل واحده من دول مسجله على معايير معينه. المعايير دي احنا عندنا في القاهره التاريخيه على سبيل المثال معيار 1 و5 و6. معيار 1 و5 و6 الحقيقه بيشيروا على قيمه فنيه، قيمه تاريخيه، ولكن بالاضافه لده كمان قيمه مجتمعيه. يعني احنا نحافظ على المدينه ونحافظ على النسيج العمراني زي ما حضرتك تفضلت وقلت، نحافظ على اثارها والمباني التاريخيه والنسيج العمراني، ولكن بجانب كل ده كمان نحافظ على انها مدينه حيه لها مجتمع وسكان، والمدينه دي بتنبض دائما بحرف من الحرف التقليديه وبمجتمع وعادات وتقاليد استثنائيه. طيب لو خدنا على سبيل المثال يعني باشمهندس علاء، يعني حاجه زي مثلا سور مجرى العيون، في تطوير مهم جدا في منطقه سور مجرى العيون، في منطقه زي كانت بتسمى بالمذبح، المكان ده اتغير تماما وبقى في مجتمع او تجمع سكني على الشكل الاسلامي او المعماري الاسلامي، يعني في تطوير ممكن يحصل بشكل او باخر ما يضرش بالمواطنين، بالعكس ينفعهم ويعمل لهم نقله حضاريه تليق بالقاهره التاريخيه، لاي مدى حضرتك تتوقع ان يحصل ده في المنطقه، منطقه القاهره التاريخيه بوجه عام، بدون الاضرار برضه بالمواطنين وايضا بالاماكن الاثريه المهمه اللي اعتقد من الصعب يكون حواليها حفريات كتير لكنها تحتاج الى ترميم بشكل او باخر وميزانيه هايله افتكر ده. باشمهندس علاء. الو، تمام مع حضرتك. حضرتكم سامعني؟ اتفضل.
لما نزل دوره رئيس الوزراء ولف في المنطقه الحقيقه اشار ان فعلا وصلنا لحاله لا يرفع لها في القاهره، وحتى اشار ان هو يعني ما فيش حاله أسوأ مما هي عليه الان. فهيا بنا كده نتكاتف جميعنا ان احنا نعمل على احياء هذه المدينه وهذا القصر العالمي، لان الحاله اللي توصلنا اليها متدنيه جدا من ناحيه ان احنا مش عارفين نحافظ على مفردات وسمات التراث العالمي. نعم. بجانب طبعا ان هو تراث محلي وتراث قومي. الحقيقه زي ما اشرت لحضرتك ان في الموقع ده في بقعه على الارض او بقاع على الارض بتحدد القيمه الاستثنائيه. لكن مثلا مجرى العيون بتقع خارج هذا الموقع ولكنه بيقع في نطاق الحمايه بتاعه. فبالتالي اي مشروع يقع داخل او خارج المدينه التاريخيه المسجله تراث عالمي يلزم ان هو نعمل لها تاثير او دراسه للتاثير المباشر على هذا الموقع التراث العالمي. فبالتالي اي مشروع حتى ولو كان في خارج حدوده يلزم ان هو يكون على توافق مع عرض وتفسير القيمه الاستثنائيه مش بس للمجتمع العالمي، كمان للمجتمع المحلي. ده اهم على فكره. لان لو حضرتك نزلت في القاهره التاريخيه وسالت بنفسك هل تعلم يا اي مواطن ساكن في مثلا درب الاحمر او في اي حي زي السيده زينب او غيره ان هذه المنطقه مسجله تراث عالمي، القليل منهم فعلا هيكون عارف بهذه القيمه. ولو عرفنا هنغير عليها اكثر. احنا المفروض نتغنى بهذه المواقع. انتوا عارفين طبعا ان مصر غنيه جدا بمواقع التراث. فبالتالي احنا لازم ان احنا كلنا كمجتمع نغير ونحافظ، ويكون المجتمع ده في حد ذاته اول حد صائد لاي اهانه لهذه المواقع. طب باشمهندس علاء، يعني رئيس الوزراء يمكن كان قال تصريح ساعة الجولة كان قوي جدا لما قال انه الدولة بتعتزم اقتحام كل المشكلات للمنطقة اللي موجودة في المنطقة وحلها. ايه ابرز المشكلات دي يا باشمهندس؟ والله المشكلات بتتمثل اولا اي ان في العديد من المباني غير المتوقع اللي ابتدت تتبني بعد هدم مباني تاريخية او ذات قيمة. المباني الغير متوقفه دي تتعدى ادوارها من 6 الى يمكن 10 او 12 دور في بعض الاحيان. المباني دي طبعا لا تنتمي باي شكل من الاشكال لطبيعه العمران في المدينه التاريخيه. فيلزم التعامل معاها. بس ايضا مش عايزين ناذي المجتمع، فبالتالي كان لازم يكون في وسيله ان احنا نبني قبل ان نعمل احلال لاي من هذه المباني التي سيتم التعامل معها بحزم زي ما تفضل دوله رئيس الوزراء وقال ان لازم ان احنا نحافظ على الطاقه. دي احد المشكلات. في مشكلات كثيره جدا ايضا مثل طبعا المرور داخل المدينه التاريخيه. على سبيل المثال فالمرور ده المدينه اصلا كانت مصممه على اساس ان اكبر عرض لشوارعها تكفي جمالين يعدوا. فجأة لقينا ان في عربيات نقل واتوبيسات بتعدي داخل المدينة، فبالتالي المرور لازم يكون مهيأ على اساس ان يتخلل هذه المدينة، ما تصبحش المدينة عائق في سيولة المرور داخل شوارعها وأدقتها. دي كلها امور الحقيقة لازم انها نتطرق اليها. واشياء كثيره اخرى ايضا مثل توصيل المرافق والبنيه التحتيه للمباني، لان لازم لكل هذه المفردات انها تكون مصممه على 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 غرار انها تكون مهيئه لاستيعاب المدينه التاريخيه. مش العكس، ان احنا لو احنا عايزين نحافظ على شيء احنا نهيئ الوسائل الحديثه عشان الشيء اللي عايزين نحافظ عليه، مش العكس. صحيح. ما ينفعش ان احنا نهد الشوارع. طيب باشمهندس علاء، احنا لو اتكلمنا مع حضرتك على امر اخر مهم يتعلق بان التطوير لا يستهدف فقط المباني الاثريه القائمه، ولكن كمان احداث تغيير شامل ومتكامل. يعني خلينا ناخد من كلام حضرتك على ان يليق بالقاهره التاريخيه
وبالآثار اللي موجودة فيها، في نفس الوقت ما يبقاش في سيارات بشكل كبير بتعدي، يعني في تطور في حركة النقل هيحصل في الثلاث سنوات إن شاء الله القادمين، يمكن ده هيخفف من العبء شوية على هذه المنطقة. أيضا المباني الحكومية اللي في مباني تم الانتقال فعلا، وفي مباني هتنتقل أو كيانات هتنتقل كاملة للعاصمة الإدارية الجديدة. طيب التعامل إزاي في رأي حضرتك هيكون مع حاجة زي مبنى مجلس الشيوخ، مجلس النواب، في الجامعة الأمريكية القديمة، في يعني في حاجات كتير يعني لها أثر بالنسبة في نفس المصريين وبالنسبة حتى اللي تعلموا في هذه الجامعات أو للنواب اللي كانوا موجودين في هذه الأماكن العريقة الكبرى المهمة، هيتم التعامل معها إزاي؟ طبعا ده سؤال الحقيقة في الصميم، يعني أنا مش داري بالضبط بمفردات كل خطة أو لكل مبنى تاريخي سيتم إخلاؤه وإحلاله في أماكن أخرى في مصر، ولكن الحقيقة إحنا خلخلة الكثافة بشكل عام، إما الكثافة المرورية أو الكثافة البنائية أو الكثافة السكانية داخل المنطقة التاريخية، ده الحقيقة ميزة مش عيب، وعلى أساسه ممكن إن إحنا ناخدها كفرصة لتنميه هذه الاماكن والمباني التاريخيه فيما يتوافق مع القيمه بتاعتها. يعني لا يصح مثلا زي ما حضرتك تقول كده ان المصانع او مغالق الاخشاب او غيره تكون داخل اطار هذه المدينه التاريخيه. بس يلزم بقى انها برضه يحصل لها احلال على اطراف المدينه بحيث ان الصناعه الحرفيه داخل المدينه لا تندثر. فبالتالي ان احنا نسمح داخل المدينه بانشطه تكون متوافقه مع طبائعها وخصائصها، وكل ما هو متنافي مع هذه الطبيعه تنقل على خارج هذه المدينه، واحنا نتغنى بعد كده بالمدينه ككل. نعم. طيب ايضا استكمالا للنقطه دي باشمهندس علاء، وحضرتك طبعا رئيس قسم الهندسه المعماريه بجامعه المنوفيه، فكره تصريح رئيس الوزراء لما قال انه الحاجه اللي اتهدمت شويه او تلفت يعني هيكون في ليها اصلاح بحيث نحافظ على شكلها القديم، يعني هيتم اصلاحها وترميمها بحيث ان يتم المحافظه على الشكل القديم، ما يبقاش يعني شكلها متغير للاحدث يعني، وانما محافظه على الطابع بتاعها، هل ده ممكن؟ شوفي حضرتك كمتخصص في مجال الحفاظ على التراث، وكلمه الحقيقه دوله رئيس الوزراء لما اشار ان هنرجع اي شيء تاريخي تم هدمه او حتى انقاض او اطلال، بحب اسميها اطلال، ما زالت موجوده، فدي الحقيقه اراده سياسيه قويه جدا. هتقدر ان احنا من خلالها ان احنا نرجع قيمه بتندثر كل يوم، والهدم اللي بيحصل ده سيقف زي ما اشار معالي دوله رئيس الوزراء. على يعني سبيل المثال كل الاشاعات اللي ابتدت انها تنتشر في المدينه، على سبيل المثال مثلا هدم حته اسمها عرب اليسار او الخطابه، دي كلها اوقفها دوله رئيس الوزراء على اساس ان احنا نعيد احيائها بمكوناتها التاريخيه الموجوده فيها. وعلى فكره الهدم مش معناه محو الذاكره. الذاكره موجوده، وإذا كان عندنا الإرادة السياسية إن إحنا نرجعها هنرجعها، ولازم يكون عندنا هذه الإرادة، إذا كان بقى ترجعها بشكل معنوي أو إرجعها بشكل بالفعل جسدي بإعادة البناء، دي كلها وسائل من خلال مهنتنا إن إحنا فعلا ممكن ندرك هذه القيم مرة أخرى داخل المدينة التاريخية. وما ينفعش إن إحنا نقول إن أو نبكي على اللبن المسكوب، احنا بالفعل اي حاجه فقدناها عندنا وثائق لها وعندنا صور قديمه، والحمد لله احنا عندنا ارشيفات في الدوله غنيه جدا ممكن نستعين بيها لارجاع واسترجاع هذه الذاكره زي ما قلت لحضراتكم، اذا كانت معنويا او بالفعل جسديا داخل.
طيب باشمهندس علاء، لو اتكلمنا عن معمارنا المتميز خاصة المعمار الإسلامي اللي ليه قيمة كبيرة جدا لدى المسلمين حول العالم، بتمثل عصور مهمة، أمويين، طولونيين، فاطميين، أيوبيين، مماليك وأيضا عثمانيين، كل ده ليه انعكاساته سواء على شخص المتخصص الدارس لهذه الفترات من عمر مصر وأهميتها على مصر وانعكاساتها سواء بالإيجاب أو بالسلب في مرحلة من المراحل، إضافة إلى المساجد والمآذن اللي موجودة هناك، كان اسمها مدينة الألف مأذنة القاهرة في فترة من الفترات، لأي مدى احنا نقدر نحافظ على هذه الأماكن التراثية بالشكل اللي يليق بمصر، وأيضا التضافر والتعاون بين مؤسسات الدولة كلها مع بعضها للخروج بها بشكل الأمثل. أمر آخر مهم يتعلق بالتسميات أو الأسامي، يعني كان في شوارع كانت مسماة بأسامي يعني محتلين، مش ممكن نسميها كده. فكرة التغيير الأسامي لأي مدى حضرتك شايف أيضا أنه مهم برمز من الرموز اللي كانت في هذه الفترة اللي كانت لها انعكاسات إيجابية على مصر وليس لا انعكاسات سلبية أو من قبيل الاحتلال يعني أقصده؟ تمام، هو الحقيقة سؤال طويل شوية، معلش بس أحب أقول لحضرتك أن كل أحد أهم مميزات تاريخنا أنه هو متواصل. يعني حضرتك ذكرت فقط ما ينتمي إلى العصور الإسلامية في عجالة، ولكن الحقيقة لو أنت نزلت على أرض الواقع هتلاقي العديد من هذه المباني فيها آثار أصلاً أعيد استخدامها من آثار إما قبطية أو مصرية قديمة. هتلاقي مباني فيها إسلامية فيها أحجار عليها نقوشات مصرية قديمة على سبيل المثال، فمعناها أن في تواصل مستمر في استمرار الحضارة المصرية. قبل ما نتغنى بكل تاريخنا ده لازم نفتخر بحضارنا، لازم نفتخر بمستقبلنا. مبني على قيمة هذا التاريخ وما نتخلاش عنه. يا جماعة ده احنا عندنا تاريخ نتغنى به ويخلينا على قمة التراث العالمي بشكل قوي جدا. صحيح، ما ينفعش ان احنا تكون مصر عندنا فقط سبع مواقع تراث عالمي، ودول اخرى زي مثلا ايطاليا عندها فيما يتعدى ال 50 موقع. تخيلوا حضراتكم قد ايه مصر عندها قلة في ان احنا نعرض ثقافتنا على العالم ونعرض تراثنا على العالم. انا عارف ان في توجهات في الدوله الان متمثله مع رئاسه دوله رئيس الوزراء ومعالي وزير السياحه والاثار ان احنا نسجل العديد من هذه المواقع اخرى بجانب السبع المواقع اللي ذكرتهم في الاول، ولكن الحقيقه بجانب مجهودات الدوله لازم احنا كمان كمجتمع نكون احنا الحائط الاول اللي نحمي هذا التراث. لأن مش هيحصل ده إلا لما نتغنى بحاضرنا ومستقبلنا إن شاء الله. أيوه. إحنا بنشكر حضرتك دكتور علاء الحبشي رئيس قسم الهندسة المعمارية جامعة المنوفية أستاذ العمارة والحفاظ على التراث، كنت معنا عبر سكايب.